كلنا بنعرفك وبنحضرك ومنتابعك وأنا بيك فان شخصيا، بس بقوانين اللعبة بكلمتين عرفنا عن حالك أكثر. عزيز عبد المسيح، سيفل انجينير، تخرجت من اليو وأنا بروفيشنال باسكتبول بلاير بالشجس. أهلا وسهلا بعزيز. أهلا وسهلا بعزيز لاعب الحكمة اللي كلنا بنفتخر فيه. ثانك يو حبيبي. ومستقبل الباسكتبول بين ايديك، بين ايديك وايديك ايدين هالشباب هلا طالعين، نحن اتكلنا عليكم حبيبي. ثانك يو. عزيز انت ليه يعني مصر توقف حد كثير تحسسني هالقد؟ انه ليش يعني ليه ما انه بنبعى انه هيك نوقف هيك بهالط ايه زل شوي. ايوه عزيز، في لك شغله. كيف انت بيك فان لي؟ انا ام بيجر فان لك حبيبي والله. حبيبي يعني ثانك يو. انا معجب باللي بتعمل وانا مش هناك، انا هون. ثانك يو. عزيز معنا، عزيز معنا يا جماعة، ما فينا ما نولع المسرح، عمله معروف يعني ما فيكم معنا عزيز وتمرق مرور الكرام. جهزوا لنا حالكم صبايا، جهزوا لنا حالكم. إذا بستلم الجيم بماتش الحكمة بيقلب دبكة، بيكونوا اللعيبة راكدين فجأة. إيه عم يطش الطابة فجأة، شال الطابة. متعدد مواهب. وعم تتخيل، عم تتخيل بماتش الحكمة بنص الماتش حكمة رياضي والعانة بمسك أنا الطبل وسماهر بتنزل على الملعب يمشي الرقص. بدي اقول لك ايه، سلم هيدا لسماهر وهي رح تكون كثير مبسوطه. ما تعترف لحاله ايوه. طيب يا ربي فتنا باجواء الجيم وباجواء الماتش، حسيت خلص عرفت على اخر، بعد في اخر 10 ثواني عملت انت ستيل، يلا تا 3 بوينتس اجت ساقطه جيم اوفر. حلو هيدي بتصير. اي والله ناطرينه.